قبل فترة بسيطة حضر عندنا في الكويت بزيارة تاريخية الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان لها أثر كبير، كان لها أثر كبير عندنا وطابع خاص. حبيت بس أتكلم عن هذه الزيارة بقصيدة كتبتها في أثناء زيارته، ويشرفني أني أقولها عندكم. أرحب ترحيب المطر ياك حيلان، في صدر من لاقت عليها الجلالة، عاني الدار أخوان وأكثر من أخوان، وما كل عاني يستحق اتعناله. أرحب ترحيب المطر ياك حيلان، في صدر من لاقت عليها الجلالة، عاني الدار أخوان وأكثر من أخوان، وما كل غالي يستحق اتعناله. حتى الثرى عنده حبايب وخلان، يسبي قلوب العاشقين بجماله. أثره صحيح نقيل للحب سلطان، وإن الوطن يشبه مشاعر رجاله. شفني كويتي لكن عشق سلمان، وعد نفسي واحد من عياله. أثره صحيح نقيل للحب سلطان، وإن الوطن يشبه مشاعر رجاله. شفني كويتي لكن عشق سلمان، وعد نفسي واحد من عياله. يا ماسح الروس اليتامى بالإحسان، يا مالي الدنيا حقوق وعدالة، يا مشعل بقلوب الأضداد نيران، يا مشغل بمستقبل الشعب باله، يحكم بلد ويوحد شعوب بلدان، ويحكم بلد ويوحد شعوب بلدان، ومظلل أسياد العرب من ظلاله. مع بسملة ملكك خنس كل شيطان، وفي حضرتك كل الصعايب سهالة. وحدتنا رغم المذاهب والأديان، وجمعتنا رغم الجفا والجهالة، وخزمت خشم إيران وحثالة إيران، لرحم أبو من جابهم من حثاله. وحدتنا رغم المذاهب والأديان، وجمعتنا رغم الجفا والجهالة، وخزمت خشم إيران وحثالة إيران، لرحم أبو من جابهم من حثاله. ما يكرهك مسلم وفي قلبه إيمان، ولا يبغضك شخص ويحب العدالة. عز الله أن الضعف من ضعف الإيمان، والحمل حمل المنفعة والجمالة. الكذب عمره ما بنى مجد الإنسان، والصدق يبقى والتصنف جهالة. الكذب ما عمره بنى مجد الإنسان، والصدق يبقى والتصنف جهالة. ولأن اللسان إحصان ولساني إحصان، أسرجت لك خيل القصيد بجزالة. أكتب عن الشعب الكويتي على عشان توصل لسلمان الحزم هالرسالة. أكبر دليل نقيل للحب سلطان، وإن الوطن يشبه مشاعر رجاله، حنا كويتيين ونحب سلمان، وسلمان نفسه يعتبرنا عياله.